تعالوا نتعرف على مين أقوى مكاتب محاماة موجودة في مصر بتقدم خدمات قانونية في مجال الطاقة الإنرجي، عشان نعرف مين هم ومين المحامين اللي عندهم على مستوى الأفراد الأكثر تصنيفا وفقا لتصنيف ليجال 500 2022. تعالوا نشوفوا مع بعض مين هم. المستوى الأول وفقا للتصنيف ليجال 500 بيأتي الكامل لو أوفيس حلمي وحمزة وشركاء بيكر وماكنزي معتو بسيوني وحناوي، عندك ام اتش ار وشركاء بتعاون مع وايت اند كيس الشلقاني لو أوفيس، زكي هاشم وشركاء بياخدوا مستوى اول من مكاتب المحاماه، يعتبروا الصف الاول من مكاتب المحاماه الاكثر شهره في تقديم الخدمات في قطاع الطاقه. ياتي في المستوى الثاني مزغوني وشركاء رياض ورياض شهيد لو فيرم شرقاوي وسرحان لو فيرم وزلفقار، اما على المستوى الثالث فبيدخل معاهم بهاء الدين لو اوفيس ودينتون ايجيبت ورياض صالح وشركاء. هؤلاء هم المكاتب وشركات المحاماه المصنفه في جمهوريه مصر العربيه وفقا لتصنيف ليجال 500 لسنه 2022، مختصون في تقديم خدمات القانونيه في القطاع الطاقه. اما عن من هم الأشهر المحامين الأشهر داخل هذه المكاتب، فعندنا يأتي للمرة الثالثة محمد غنام من حلمي حمزة وشركاء بيكر وماكنزي من ضمن قاعة المشاهير هول اوف فيمس، وبيأتي محمد كامل الكامل لو أوفيس وعلي الشلقاني من شلقاني لو أوفيس من ضمن أشهر محامين مصر في تقديم الخدمات القانونية في مجال الطاقة، وتم تصنيفهم دوليا وفقا لتصنيف ليجال 500 من ضمن الأشهر على كل محامين مصر في هذا المجال. وعايز تعرف ليه تم اختيارهم وتصنيفهم، ارجع لموكلينهم اللي هم مثلوهم وأسمائهم وصفاتهم واسمع هم قالوا ايه عنهم في موقع ليجال 500 بالتصنيف. أما عن الأفراد leading individuals الأفراد الرواد في مجال تقديم الخدمات القانونية في قطاع الطاقة، فعندنا محمود بسيوني من معتوق وبسيوني وحناوي، عندنا دونيا المزغوني من مزغوني وشركاء، عندنا زياد جدلة من ام اتش ار بالتعاون مع وايت اند كيس، ولمياء جاد الحق من حلمي حمزة وشركاء بيكر ماكنزي، عندنا سامح كامل زكي هاشم وشركاء، وعندنا سامح خضير من زكي هاشم وشركاء. هؤلاء من تم تصنيفهم كرواد قانونيين في تقديم الخدمات القانونية في مجال الطاقة في مصر وفقا للتصنيف الدولي ليجال 500-2022. أما عن الأجيال القادمة من الشركاء والمديرين اللي تم رصدهم في التقرير، فعندنا شهيرة خالد من الكامل لو أوفيس تم رصدها كأحد الأجيال القادمة في هذا القطاع من القطاع الطاقة فيه. أما ولم يرصد التقرير أي نجوم صاعدة في هذا المجال، نظرا لان هذا قطاع جديد ولم نتكلم عليه قبل كده في اكثر من فيديو، شفنا ان هو دي من احد المجالات القادمه واللي بيشتغل فيها لازم يكونوا ناس تقيله وخبرات ضخمه جدا لان دي مشروعات كبيره جدا، لكن نامل ان احنا نشوف نجوم صاعده في هذا المجال في التقارير القادمه. وبذلك نكون انتهينا من التصنيف الخاص لمكاتب المحاماه في مجال الطاقه. اشوفكم في الفيديو الجاي ونتعرف على مين بقى المحامين ومكاتب المحامين في مصر المصنفين في مجال الملكيه الفكريه ومن هم اشهر الرواد والشركاء فيها. اشوفكم في الفيديو القادم.